السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. فهذه رسالة لكل المسلمين في العالم، مرحبا بكم. فإخواني كما تعلمون، يعني هذا العبد الضعيف حبيبكم ومحبكم عمر أبو حفص النحيلي، يعني تشرفنا بالزيارة ديال الأخ سيدي محمد وسيم، الله يحفظه والله يجعلهم الصالحين، ما شاء الله. ها هو سعيد ونشيط. يعني احنا الآن يا أحباب في جولة نذكر الناس بالله، وسبحان الله هو الذي استعملنا في هذا العمل. سي عثمان بوليس، الأخ حسن، والأخ ديالنا خويا محمد وسيم. يعني احنا في جولة تجول على المسلمين كيفاش يعمروا بيت الله، وسبحان الله هذا الأخ أخي محمد وسيم يعني هو يعني أسد من أسود هذا الدين المبارك. فأتانا يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، وأعظم جهاد يا أخي هو يعني دل الناس على الله عز وجل. حيت الناس كثير الناس خوتنا مساكين ما عرفوا هذا الإله، وما قدروا الله حق قدره. هو قالها شحال واحد مسكين سميتو مسلم، ها هو سميتو عبد القادر، ها سميتو عبد الرحمن، ها اسمه عبد الله. عبد الله لا يسجد لله. أين هذا يا عبد الله؟ كم من أخ اسمه عبد الله لا يسجد لله؟ فكر أنت، فكر. ولهذا يعني هذه مسؤولية في عاتق كل المسلمين، وبالخصوص الناس اللي هزن الدين. يعني كما كيبان واحد يعني كتشوفوا من حملات كتاب الله عز وجل، ونحن نحب أهل الله، أهل القرآن، نحبهم ولا نبغضهم، ولكن نبغض يعني بعض المسائل، بعض الصفات يقومون بها. فمرحبا بكم. ولهذا يعني على هذا المباشر، يعني كيفاش ندلوا بعضنا على بعض إلى الخير. وهذه الأمة يعني نحن أمة الدعوة إلى الله. فربنا سبحانه عز وجل قال في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا شك يعني أفضل عمل هو الدعوة إلى الله. الدعوة كما يقولون أهل الصلاح بأن الدعوة يعني دخلت إلى الميدان، دخلت إلى المصارعة وأخذت تنادي من يصارعني من. فالدعوة أخذت تنادي، يعني أفضل الأعمال في هذا الدين المبارك هي الدعوة إلى الله. علاش؟ كيقولوا سيدنا قال لك بسبب إحياء الدعوة أبناء الفجر الكفرة يعني يكونوا يعني فيهم الصلاح، ويكونوا يعني أسود هذا الدين، وأهل الدين يصبحوا يعني بالاندثار ديال الدعوة. حيت سيدنا نوح عليه السلام الله عز وجل خبرنا وحتى عطانا اسم الأسماء يعني القرآن الكريم سورة نوح. نوح يعني دعا في القوم ديالو حتى يعني ما بقى منهم احد، هذاك يعني هذاك السفهاء وهذوك الظلام كلهم يعني انقطع الاثر ديالهم. ولكن شنو السبب حتى حياو؟ يعني بسبب يعني ديال الموت الدعوه. حس الله سبحانه عز وجل ولو كيموت نبي كيبعث نبي، علاش؟ من اجل احياء الذكرى والمذاكره في الناس، حيت الانبياء هم الذين يدلون الناس على الله، مفهوم؟ الاحباب اللهم بارك. احنا يعني نتجول، والله العظيم زرنا احباب في الحي، يعني والاخ محمد وسيم هو المتكلم وحنا ادلاء، فالله عز وجل اكرمنا به وهو يعني يتكلم في الناس. وبالخصوص نزور اخواننا الذين لا يصلون، الذين لا يسجدون للرحمن، فالذي لا يسجد للرحمن فهو مهان كما قال الله عز وجل. مهان، نعم الله. ولهذا نتجول على احباب، والان اتينا حتى يعني يعيش في هذه الجماليه وفي هذه الجبال. مرحبا بكم، مرحبا 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 مرحبا. سي عثمان هو كيتفاجئ معنا هنايا. الله 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 الله، هذا كله جزاء. الله اكبر، مفهوم. وهذا بعد ذلك انجح كيوريه الخريطه. بعد القصر الكبير يكون قنيطره، الرباط، بعد الرباط دار البيضاء، كله على شاطئ البحر. على شاطئ البحر، رباط دار البيضاء، مراكش لا يشاهد الشاطئ، مراكش هون. في وسط ما في سكن؟ في وسط الله. كله سكن. حتى في الصحراء، حتى هنا موجود مدينة قرسيف، الناظور، كذلك في كل المناطق، هذا مكناس، بعد ذلك الرباط يكون في الوسط هنا قريب من البحر. وهذا الشرق عاوتاني كذلك هون يكون بعض الليل. سبحان الله، ماذا يصنع هذا الرجل؟ وهناك وليس هذا الجنوب وهذا الشمال وهذا الشرق وهذا الغرب. الناس في الهندسه دابا مشغولين في الهندسه. وبعد ذلك
قلنا هنا يكون مدينة مراكش، هنا أكادير، ثم هذا كله صحراء. قلميم، بوابة الصحراء اسمها مدينة قلميم، العيون كذلك. المحافظة الغرب الصحراء هي مستقلة من المغرب. أوا هذا الشيخ كتعرفوا هذا؟ وأنتم تتلون الكتاب. لان هذا الاحباب زكريا شوف تجول هنا. ايوه هذا اكادير، هذا مدينه اكادير، كل هذا المغرب، وهذا في صحراء مشكل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. مرحبا مرحبا مرحبا. الجزائر يقول هذا الصحراء لنا في ملكنا، والمغرب يقول هذا لملكنا، ولكن هو اصل الله مغربيه. سبحان الله العظيم، هنا يعني يتحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني فالسبب تفرقت هذه الأمة هو البغض والحسد والحقد، وأكثر من هذا البعد عن الدين. والله يا أخي المشاهد، يا أخي الحبيب، لو كان فينا الدين تكون المحبة، تكون التعاون، تكون الألفة، ما يكونش هذه الكراهية وهذا البغض إلى غير ذلك، كما تعلمون. ها مرحبا، ها الشيخ حسن، مشيو عند الشيخ حسن. يلا قلنا شي كلمه استفدوا منا تستفد منا البلاد والعباد. يلا كاين بعض الاصدقاء كيقولوا لي خص الاخ حسن يبقى تواصل معاهم، وعنده التليفون هذه 5 دراهم. لا عسك لا عسك، تليفون مزيون. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد وعلى آله أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نبدأ بهذا الكلام. قاعدة عند الفقهاء تقول، قاعدة عند الفقهاء تقول، كل ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب. قاعدة عند الفقهاء ماذا تقول؟ تقول كل ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب. كل ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب. كيف؟ يعني كيف؟ أي مسألة كتأديك للواجب فهي واجبة. مثلا فلاح عنده بغيرة، عنده هذه البقرة، ربما كيحلب من هذيك الحليبة، ربما عنده عجيل، كتأدي به الواجب. إذا أصبح عليه واجب عليه أنه يوكلها، يسرحها، هكذا وهكذا. إذا كتأدي به إلى الواجب، فأصبح واجب عليه أن يكرمها وأن يطعمها وأن يعتني بها يعني. فهذا القوس الذي فتحنا، الذي تكلمنا فيه في هذا الباب أو في هذا الموضوع، قلنا قاعدة عند الفقهاء تقول كل ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب. مفهوم كلام؟ أي مسألة تؤدي بها الإنسان. مثلا مثال آخر، عندك دكان، عندك الحليب، عندك الكمير، وعندك وعندك، فأصبح عليك واجب أن تفتح هذا الدكان. لماذا؟ لأنه يؤدي بك إلى الواجب. مفهوم الكلام؟ وقالوا أوجب الواجبات. قال العلماء أوجب الواجبات هو الدين. كيف؟ ولماذا أوجب الواجبات هو الدين؟ لأننا من أجله خلقنا، لأنه هذا الدين من أجله خلقنا. والدليل يقول رب العالمين سبحانه عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون، خطأ، إلا ليتزوجون، خطأ، إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقولون أهل اللغة الإثبات المسبوق بنفي يفيد الحصر، يعني عبر كما بغيتي. إلا ليعبدون، أنت أيها الإنسان موجود في هذه الحياة إلا لعبادة الله عز وجل، فهذا هو مقصودك، فهذا هي حقيقة في هذه الحياة. ثم الحديث الذي يرويه معاذ بن جبل قال كنت درف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. معاذ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي الآن يحدث معاذ ويقول له يا معاذ، يا معاذ، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع معاذ ويقول معاذ كنت درف النبي، يعني خلفه على حمار، معاذ ركب مع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا معاذ،
هل تدري أو تعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ عندك علم بهذه المسألة؟ لكن معاذ ماذا يقول له؟ قالوا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح له، يقول له حق العباد على الله أنه سبحانه وتعالى أنه لن يعذب من آمن بالله ولم يشرك به شيئا، هذا حق على الله، ما يعذبك شيء إذا كنت عبدا لله. وحق العباد على الله أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. كلام واضح، الحق اللي كيتسال لهذا العبيد رب العالمين، الحق اللي كيتسالنا يكونوا عبادا له، والحق اللي كنسأله من رب العالمين أنه يكرمنا بهذه العبادة. فقلنا أيها الإخوة الكرام، فنحن موجودون في هذه الحياة أو في هذه الدار، فمقصد وجودنا إلا للعبادة. والأدلة كثيرة، لما تجد في الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم إياك نعبد وإياك نستعين، قال العلماء القرآن كامل موجود في الفاتحة، والفاتحة والقرآن كل موجودة في إياك نعبد وإياك نستعين. تمشي سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أدلة كثيرة. فمن الواجب علينا أن نكون عبادا لله. فأيها الإنسان اختر لنفسك بنفسك، إما أن تكون عبدا للرحمن أو تكون عبدا للشيطان، إما أن تكون عبدا للرحمن أو تكون عبدا للشيطان. فالعاقل لا يرضى بهذا، يعني أتكون عبد لا تكون عبد، أتكون عبد لا تكون عبد، أتكون طائع لا تكون طائع. إما أن تكون طائعا لله، يعني طائعا لأوامر الله، أو تكون طائعا لهذا الشيطان، هذا العدو اللدود. فإذا كنت عبدا للرحمن أبشر بالخير، لكن إذا كنت عاصيا للرحمن يعني مضاد كنت عبدا للشيطان. الله يقول في سورة ياسين فإذا هو خصيم مبين، هذا الإنسان خصيم مبين، نعوذ بالله. الله أوجدك، الله خلقك، الله رزقك، هذه الأشياء وهذه النعم التي هي من حولك أيها الإنسان فهي من الله. لماذا أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء وهذه الكرامات وهذه؟ لماذا؟ أن تكون عبدا له، هذا هو دورك، هذا هو مقصدك أيها الإنسان. فحذاري فحذاري أيها الأخ الكريم أن تكون عبدا لهذا العدو. كما قلنا إخوة الإسلام، أيها الشاب أخي الحبيب، إما أن تكون عبدا للرحمن وإما أن تكون عبدا للشيطان. يقول ابن القيم في النونية هذا الكلام مفهوم، يعني أتكون عبد، والله العظيم كلام دقيق، أتكون عبد. يقولوا العوام المكان الفارغ يعني الخاوي يدخل فيه الفأر، يعني كيعشش فيه الفأر، مكان خالي إما تعمره ولا يعمر فيه الفأر، إما تعمر الشغل ديالك أو الوقت ديالك بمرضات الله أو تعمره بسخط الله نعوذ بالله. وأنت دورك في هذه الحياة أن تكون عبدا لله، ولا ما كنتش عبد الله تكون عبد الشيطان. وكل الناس الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل الناس يغدون، فمعتقها أو موبقها، إما تسوق إلى جهنم وإما تسوق للجنة. اختر لنفسك بنفسك، اختر شوف شنو بغيتي تدني معك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أهل العقول. العاقل الفاطن هو الآن اشتغل في مرضات الله، حياة قليلة قصيرة. الله يقول في سورة الكهف هذو مساخيط نعوذ بالله، قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. خرين قالوا ما لبثنا إلا ساعة. سبحان الله، كلام رب العالمين، قل لي ساعة قل لي، لأن يوم القيامة يوم فيه 50,000 سنة. لما تجزء هاد 60 سنة أعطات معاه 1,000 سنة، أعطتهم ساعة وأعطتهم نهار أو بعض النهار. فأخي الكريم حتى لا تكون من الغافلين، أوصي نفسي وإياك، أوصي نفسي وإياك بطاعة الله. فوالله العظيم إذا كنت في طاعة الله كنت في مرضاة الله، كنت في حفظ الله، كنت في عناية الله، كنت. لكن إذا كنت نعوذ بالله، إذا كنت عبدا للشيطان نعوذ بالله. فآخر الكلام أوصي نفسي وإياك بتقوى الله، فإنها وصية من رب العالمين الأولين والآخرين. والسلام
على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. مرحبا 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 وسهلا. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. يلا احبابي الكرام، احييكم دائما وابدا ودمتم في رعاية الله وحفظه. اسالكم الدعاء السي حسن. ها الاخوان حنا كنتفيئوا في الدنيا هذه. يلا مع السلامه وتبارك الله عليكم، ما كنسخاوش بكم، استودعكم الله الذي يتضرع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.